أريد أن أطمئن لكل من يرى هذا الفيديو من هنا من مدينة وهان الصينية بأن الوضع تحسن كثيرا بحسب التقارير الطبية المحلية الرسمية، وأن حالات الإصابات في انخفاض مستمر وحالات التعافي في ازدياد، وأيضا ترجح بعض المقالات الطبية بأن سبب ذلك ارتفاع درجة الحرارة. وما أحب أن أقوله هو للعالم بأن لا يصدقوا الشائعات وأن يتابعوا الأخبار من المصادر الموثوقة حتى ينتهي هذا المرض قريباً.